كان المحامي عملها الواد زبق. ايوه يا استاذ احنا قليلين كده بقى تقدر تترافع قدام التخيل ما يقدرش يقول لك بم. لا 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 اللي طبعا ده يطلع في الازمات يعني ده مثلا يبقى كرنيه مثلا يطلع في لجنه في كمين كمين في الناس اللي هم بيجوا يقبضوا على الناس في البيوت كده مش اي حاجه يعني بس فيها حاجه الصوره برضك فيها صورتك وريني وشك كده اه ده الوش اللي بتجيب بالخضار ما طبعا صورتي انت قصدك ايه طيب فيها حاجه كده حاجه محترمه فيها احترام ايوه فخر ووكر كده وكر ايه هي صوره رئيس عصابه اي حيوان انت بتتريق لا مهابه ايه مهابه ايه حاجة؟ ايه حاجة انت شايف ايه؟ ده هو ده؟ اه ده انا هو ده ده هو ده؟ ايوة يا حاجة ايه شايف فيه منديل بقويا هنا وانا قرع انا عاوزك تحضر الجلسة مع ولدي المحامي بتاعه عمل حادثة وجاي الجلسة باقي عليها ربع ساعة اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب خلاص ايوة بس لا 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 لازم اشوف القضية كده واعرف التفاصيل والتيتيلز بتقول ايه؟ التفاصيل والتيتلز هو هيتكلم جوا لا انسى انسى كده يا استاذ ما تقف كده قدام الارض وتترافع ما تخافش ما تهفش من حد وطلع الكرنيه قدام التخين انت محامي الله يعليك انت محامي انت ما عارفش انك محامي انا عارف بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر وادي الطربوشه اهو طربوشه اهو على اساس ان انا راح اترافع عن محمد طه امسك امسك ولدي حيضيع منك عين عليك يا ولدي قلبي اتحرق عليك يا ولدي قول لي بقى تفاصيل القضية ايه عركة عادية بين عيلتين ولدي حيروح في داهية ولدي حيروح في داهية تفاصيل ايه بقى يا حاج ولدي لا له في الدور ولا في الطحين تفاصيل ايه يا حاج ولدي لا له في الدور ولا في الطحين ولدي حيروح مني القرار اخر جلسه ابنك اسمه ايه يا حاج عبد الصمد وهدان حلقوله اسم عبد الصمد وهدان حلقوله زيرو زيرو ده الاسم بالكامل ما علينا طيب هو تهمته ايه بقى قتل ايه ده احنا ما اتفقناش على كده اتفقنا على ايه ما اتفقناش على قتل أنا ما اتفقناش على كده عاد أنت كنت تعمل لي مفاجأة يا مولاي أبو سيادتك أبو سيادتك ما تفضحنيش حينادم عليك نادي على اللي بعده عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل أبو حديدة يا حاج إحنا ما اتفقناش على كده أبو سيادتك عبد الصمد وهدان حلقوله طب وقتل إزاي؟ يا رب سكينة شاب ضرب في السكينة في حنكه؟ أيوة حاضر أهو شرن بقه يعني ايه شرن بقه دي جون الحمد لله حنجل حلبوله قتل حنجل حلبوله فلا حنجل قتل حنجل قتل حنجل في ايه يا استاذ سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس حضرات السادة المستشارين عم احمد الحاجب ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسية يا استاذ طعنة ناهية يا استاذ طعنة بالية يا استاذ انت مش فاهم حاجه ولا ايه امال ايه عرقبه ولا ايه يا استاذ انت مش قاري ملف القضيه ليه موكلك هو اللي طعن حنجل لا والله هو اللي طعن حنجل هو اللي غزو انك اللي غزو انت ما قلتليش الكلام ده حاجة. انت بتعملت فيه جافيه ليه سيد الرئيس ان طعنه موكلي لحنجل كانت طعنه رقيقه كانت طعنة في الهدوء طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازة ولا ايه؟ سيد الرئيس هل تسمح لي هيئة المحكمة الموقرة ان بسؤال على مقربة من المناصرة؟ تعال ربنا يخليك ربنا يخليك ربنا يخليك في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا هو بس الحقيقة أنا مش محامي نعم يا أخويا لا مش قصدي سعادتك أنا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا لأن المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فأوتوبيس خبطه
فالمحامي اتطبق والاتوبيس مش لاقينه. اتطبق ايه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ ابوس ايدك. شجع الشباب، شجع الشباب. المنطقه كلها عندي مستنيه شربات وهتفرق اول مرافعه ليا. شربات ايه يا استاذ؟ قول لي طلباتك. طلبات ايه؟ هكون عايز اسكبريسو، عايز تقيل. ايه؟ تقيل. تقيل؟ اه. خلاص يا اخويا تأجل القضيه، اتفضل. حياة المصحف والله. بقول لك اتفضل يا استاذ تأجل القضيه. والله هتقولها يعني انت هتقولها قدام الناس دلوقتي؟ يلا يا استاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمعلم كلكم سعادتكم. تؤجل القضيه لجلسه 9/9. مبروك يا حاج، القضيه اتأجلت للساعه 9. يا لهوي، 5000 جنيه يا لفي، معقوله؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ انت هتبقى محامي؟ انت يعني انت المدرسه؟ لا يا اخويا مالكش دعوه بيا، انا حيالله بدرس لابن ام عبوسه فتحيه واكلاهم ثانيه صدره، يعني ناس غلاب. انما انت كده بتلعب مع الحكومه يا لم. طب واللي يقول لك النهارده بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي؟ يا راجل والله اقول لك على حاجه. اما اتهم في قلب القفص فضل يتنطط 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 من فرحه ويسقف لحد ما رموا له السوداني. يا شيخ انت هتمزح عليا يا لمبي ولا ايه؟ قول كلام غير ده. طب اقول لك على الكبيره. الكبيره بقى وانا واقف المرافعه كده وبقول كده بروح لمح بعيني كده، شفت سيادة المستشار والدمعه بتفر من عينيه. يا لهوي. اه والله عيط. القاضي عيط؟ يا بنت بقول لك المستشار قاضي ايه انت؟ يو ما القاضي هو المستشار يا راجل. لا ده هو المستشار. يا لهوي. لا والله هو ده هم الاثنين واحد. ايوه. وطلع بمنظرين ولا ايه؟ يا نهار اسود عليا. يا بنت فهمي، واضح ان انت معلوماتي في القانون ضيقه. اه. سيادة القاضي هو اللي بيبقى في النص، انما المستشار بيبقى هو اللي بيقعد يعيط. ايه؟ اه امال ايه؟ يا راجل انت لخبطتني معلوماتي. اهم حاجه يعني هتمشي معانا لبي ولا ايه؟ اطمني يا بت، اطمني قوي. اقول لك على المفاجاه الكبيره بقى. اقول لك على المفاجاه الكبيره. لازم في كمان 5000 جنيه جايين زيهم. اول مصحف و5000 جنيه بس بقى التانيين كلهم تلتينات. تلتينات عشرينات ما تفرق. طب بص بقى يا حبيبي. ايوه انا عارف، انا الدلع ده بتاع الحريم لما تشوف الفلوس فتروح تعمل اللي ما هي مش عارف كده. عشان خاطري. اختي ميرفت وجوزها محي عازمين على الفيلا الجديده النهارده. لحظه واحده، استنوا النبي، هات النضاره دي ما تبوظيش اللحظه السعيده. قولي بقى. انا كده مش هشوف يا ست من جنبك، هو ما فيش بيني وبينك ملم. طيب ها، اختي ميرفت وجوزها محي عازمين على الفيلا الجديده النهارده. ها نفسي بقى نروح بلبس عليه القيمه. بس كده يعني هتشيكني؟ اشيكك ورقصك كمان يا بنت. سكر غالي. انحلوا بايه؟ سكر غالي. وانحلوا بايه؟ انا بنت عروكه بسكر غالي. السكر غالي. هنحله بإيه؟ السكر غالي. هنحله بإيه؟ السكر غالي. السكر غالي. شوف بقى ده. بص بص لما ما حبش البرتقال. حبش ايه؟ البرتقال. المرتقان لم علينا عبيدك يا رب. روح عند الفضح ده. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ايه يا سيدي المعلمين؟ ازيك يا استاذ؟ عايزين بقى حاجة كده يعني نفتخر بيها قدام الخل. تحت أمر حضرتك، عندك كل حاجة، عندك رجالي وحريمي. آه وادي البروفة الرجالي ايه؟ خش قيس. وادي البروفة خلي الأنسة تخش تقيس جوه. خلي ليه؟ الأنسة تخش تقيس جوه. على أساس إن أنا واقف قدامك شفاف. في إيه يا أستاذ؟ أنا غلطت فين دروستم يعني؟ في إيه؟ لا 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 يا عم، أنا كلمتك تعز الخنا ليه طيب؟ الله، طب مال أمك أنت اللي بتاع ده؟ بره 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 بره، لم علينا عبيدك يا رب. حكومة حكومة
وفدي عارفة الله 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 الناس راحت فين يا بوب؟ مش عارف الناس دي كانت كرافيك ولا ايه؟ يا نهوي ايه؟ الفلوس شخص خطرتين فكرت البتاع ملغم ولا حاجة ما تخافيش يا بنت الفلوس النهوف فقلبت جيب جوزك سبع خفت يكونوا السنة واخر امي لا السنة منين هوف جيب يا رب بس ولو برضك